طيب خلونا نكمل سريعا كده عشان احنا طولنا عليكم جدا. لا هو فصل بيفصل بعد كل 40 دقيقة. فكنا بنقول الناس بتاعت إدارة الحسابات دي بيعمل إيه؟ بياخد من فلان 1000 دولار وياخد من فلان التاني ده 1000 دولار، يعمل إيه؟ يقوم فاتح الصفقة عند الشخص ده بلوت عالي جدا سل، وعند الشخص التاني باي نفس الصفقة. طبيعي جدا في حساب منهم هيتمرجن وحساب منهم هيتضاعف، لأن أكيد يعني مستحيل الصفقة هتبقى سل وباي والاتنين هيخسروا في نفس الوقت. يجي للي حسابه اتمرجن يقوم عامل له بلوك، واللي حسابه اتضاعف يقوم قايل له هات نص الأرباح ببساطة. وأكيد ربنا أعطى كل إنسان فينا عقل يفكر بيه. حضرته لو كان ما شاء الله بيعمل من ال100 دولار بيعمل منها 1000000 دولار في الشهر، هو ليه محتاج فلوسك يتداول بيها وياخد نسبة؟ ما ده أكبر مؤشر يدلك إن الشخص ده معهوش فلوس أصلا يتداول بيها، فبالتالي عاوز نسبة من الأرباح مقابل إن هو يكسبك. وإلا لو كان ما شاء الله بيعمل المبالغ دي من نفسه، هو أصلا مش هيكون فاضي لا يتواصل مع الناس ولا يقعد يقدم لك السي في بتاعه ويقعد يقول لك إن هو بقاله 20 سنة في الفوركس، ولا هات فلوسك، ولا يتعب نفسه معاك ومع غيرك لو الموضوع كده. لكن هو ببساطة خسر فلوسه وبيجرب في الناس وهو ما عندوش علم بالتداول. فيا جماعة مفيش حد هيكون حريص على فلوسك أكتر منك، كل شخص فيكم هو الوحيد اللي عارف هو إزاي تعب في الفلوس اللي حطها في التداول. فرجاء ما تسلمش فلوس التداول بتاعتك لحد أيا كان تحت مسمى إيه، حد هيقدم لك خدمة أيا كانت الخدمة دي إيه، تعليم، توصيات، إكسبرت، أيا كان ممكن تديله فلوس مقابل الخدمة، ولكن فلوس تداولك محدش يتحكم فيها غيرك. مكسل مش فاضي ايا كان، روح اشتري اكسبرت تداول بيه ب1000 ولا ب2000 دولار، وحط الفلوس فيه وخلي الاكسبرت يتداول لك. وان كان الاكسبرت برضه بيحتاج انك تفتحه وتقفله وبيحتاج متابعه، لكن ده حل. لكن حد شخص تاني يتداول لك باي حجه وبريفيوهات ويسال عني وما تسالش عني، مجال الفوركس من اكتر المجالات اللي فيها ناس نصابه. وانا برضو ما اعرفش حد ادى حسابه، لان انا عارفه طبعا ان زي ما قلت في 1% ناس محترمه فعلا بتدير حسابات، لكن حضرتك غالبا مش هتوصل لل1% دول، فانت هتقع يا مع نصاب يا مع فاشل. فلو نجحت مره واداك نص ارباحك، لو انت طبعا طلع الحظ حليفك يعني ان انت مش الحساب اللي اتمرجن، هياخد منك نص ارباحك، انت طبعا وثقت فيه، ده خلاص انت ده من مره ضبل لي حسابي فعلا. طبعا لو كنت انت اللي حسابك اتمرجن كنت هتقعد تدعي عليه، طيب حسابك اتدبل تثق فيه وهتديله تاني، انت كسبت مره، ها المره التانيه اتمرجنت فهتاخد البلوك المره التانيه. ففي النهايه انت خسرت فلوسك. ليه؟ لنفس المبدأ اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الزوم خالص. اي حد داخل سوق الفوركس يكسب مكسب سريع بسرعه، اعرف ان نتيجتك الحتميه هي الخساره، سواء بقى انت تداولت بنفسك، خليت حد يدير لك حسابك، ايا كان اللي انت عملته حتما هتخسر، ملاش حل تاني. الاشتراك عندكم بفي بي ان بكام؟ في بي ان ولا في اي بي؟ الفي بي ان دي برامج اللي بتخليك تفتح من موقع مختلف بره مصر، اظن ان حضرتك بتتكلم عن الفي اي بي. طيب هو الفي اي بي شرطها الأساسي يكون راس مالك أكتر من 500 دولار. وشفت الموضوع ده مع واحد حصل معاه في نفس الشركة، بس كانت شركة إسرائيلية. آه لا ده الشركات دي كتير، إحنا حتى للأسف معانا ناس في الزوم من الناس اللي نصب عليها من شركات الماركت ميكر دي. ده إحنا لو فتحنا بس مجال النصب في فوركس يعني مش هننتهي، سواء بقى بروكرز، البروكر نفسه هو اللي نصاب، او اشخاص نصابين هتندر لك حسابك ومفيش، او اشخاص يقول لك احنا بنوك الكترونيه واعمل ايداع من خلالنا، بنشحن نتلر وسكريل ووي، تديهم الفلوس خلاص فلوسك طارت. يعني النصب في مجال الفوركس لا يعد ولا يحصى. انا ما رضيتش اقول يا استاذ خالد، يا استاذ خالد ان حضرتك نصب عليك في 1000 في 13000 دولار، ما رضيتش اقول ان انت، انا قلت الناس معانا. استاذ خالد حاضر برضو حصل معاه شركة ماركت ميكر، وكان حاطط ايداع ب10000 دولار، والشركة في دقيقة فجأة حسابه اتصفر، الدعم الفني مفيش دعم فني.
كنت بقول لحضرتك عشان اتنقل من الاول للتاني ادخل نقطة دخولي، لا بلاش، لو انت هتنقل للهدف التاني ماشي، خلي الستوب لوس هو نفسه، لكن لو جابت الهدف التاني خلاص وفي طريقها للتالت، حط الستوب لوس هو الهدف الاول او نقطة الدخول، ده او ده. اي سؤال تاني قبل ما نخلص الزوم لان طولنا عليكم جدا؟ اي سؤال تاني؟ لازم عشان ادخل القناة الخاصة يكون ما ينفعش الفي اي بي لاكتر لا اقل من 500 دولار، عشان التوصية الذهب والحاجات دي ما ينفعش. اتواصل معانا يا استاذ عبد الرحمن بخصوص شركة اكس ان، لان زي ما قلنا على حسب راس مالك وعلى حسب كذا حاجة. عايز حلقة عن الروبوت الاكسبرتات؟ احنا قلنا بشكل عام المتداول الالي ده للناس اللي مش بتعرف تسيطر على الطمع عندها، او الناس اللي ما عندهاش وقت ان هي تدخل الصفقات. لا جميع انواعه دي ملايين يعني، بس العامل المشترك بينهم ان هم سعر شرائهم غالي جدا. كسبرت ب1500 دولار، ب2000 دولار، 3000 دولار. أي سؤال تاني قبل ما نخلص؟ زي ما قلنا تواصل معانا، هننزل الروابط كلها بإذن الله على قناة التليجرام، لكن اللي حابب يتواصل معانا على التليجرام مباشرة هيكتب فور تريدينج ون في التليجرام، هنطلع بكامل الاشتراك. والكريبتو أفضل أم الإكسبرت؟ الاشتراك في قناة الفوركس العادية ب100 دولار، وكل شخص بتجيبه بتاخد عليه 30 دولار شهريا مش أول مرة فقط، ولو جبت أكتر من 10 أشخاص بتبدأ تاخد شهريا على كل شخص 50 دولار. ده في قناة الفوركس العادية غير الفي اي بي. الكريبتو أفضل أم الإكسبرتات؟ دي حاجة ودي حاجة. الكريبتو هو التداول على العملات الرقمية، الاكسبرتات اللي هي المتداول الآلي أو الروبوت أو الذكاء الاصطناعي في التداول. من ناحية الربح الشهري، ما هو والله نفس الفكرة نفس الفكرة. احنا يعني ما ينفعش نسأل السؤال الكريبتو افضل ام الاكسبرت، يعني هل ينفع حضرتك مثلا تقول التفاح مسكر اكتر ولا الكرسي؟ ما فيش نسبة بين الاتنين. الكريبتو هي العملات الرقمية والتداول فيها، والاكسبرت هي طريقة التداول الآلي، لكن الكريبتو هي العملات الرقمية، فازاي افضل؟ دي حاجة ودي حاجة، مفيش مقارنة بينهم. الربح الشهري من الاكسبرتات متفاوت، مفيش اكسبرت بيديك نسبة معينة ثابتة. وطبعا في ناس فاكرة ان الاكسبرتات مكسب بس، واحنا اتفقنا ان كل سوق الفوركس مكسب وخسارة، مفيش حاجة في سوق الفوركس اسمها مكسب بس، سواء كانت اكسبرتات ولا تداول بشكل مباشر. يعني الكريبتو خطورتها شوية في التداول ان غير ازواج العملات العادية، ان ازواج العملات العادية على الاقل بنكون عارفين دي هتطلع او هتنزل بناء على التحليل الاساسي اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الزوم، ان هي عملات بلاد، فاحنا نقدر مثلا نعرف مثلا اليابان لو فيها خبر ما كويس عملتها مثلا هترتفع، فاقدر ادخل على الين الياباني مثلا اشتريه عشان هيصعد وهكذا. لكن العملات الرقمية انت ما فيش حاجة اصلا بتحدد لك امتى السوق هيطلع ولا امتى السوق هينزل. يعني لو سألت حضرتك ايه المبرر لرفع البيتكوين مثلا
من 8000 لل41000، مش هتلاقي سبب. ايه اللي حصل؟ هل في حدث معين حصل رفعه؟ طيب ايه اللي نزله من 41000 لل30000؟ في سبب حصل؟ مفيش سبب. ايه اللي رفعه تاني لل37000؟ اه في سبب حصل، ان صاحب شركة تسلا نشر على التويتر عنده كتب بيتكوين، فالناس كلها راحت تشتري بيتكوين. فدي حاجة ما لهاش توقع. فكلمة أفضل دي متفاوتة، عاوز ربحها أكتر؟ أه ممكن يكون ربحها أكتر لو أنت دخلت صح، لأن ممكن البيتكوين يرفع معاك مثلا 200 500 ألف، 2000 نقطة في اليوم. لكن من ناحية تانية أنت لو داخل الكريبتو عكس الاتجاه أنت اتمرجنت. لكن في برضو طرق تانية للتداول على العملات الرقمية بعيدا عن طرق التداول بتاعتها عندنا في الفوركس، أو على منصات الفوركس، على منصات العملات الرقمية نفسها، انك بتشتري بقى يو اس دي تي وتقعد تشتري باليو اس دي تي. الاكسبرت بيبقى اضمن من التداول اليدوي في النتائج عشان الاخطاء الشخصية بتقل. ده حقيقي، ده حقيقي. اي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ أي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ طبعا يا جماعة، حاجة في الآخر حابة أنبه عليها، لما في صفقة بتخسر بنلاقي كل الناس داخلة كتبت لنا. مش بتخسر بقى لأن احنا اتكلمنا عن ده خلال الزوم، لا، لو صفقة ضربت ستوب بالفعل، صفقة خسرت، بنلاقي كل الناس داخلة تكتب لنا الحقوا الصفقة ضربت ستوب، الحقوا الصفقة. أيوه هنعمل إيه يعني؟ كل الناس اللي شغالة في الفوركس وأكيد إحنا شايفينها، إيه المشكلة؟ في المقابل بقى لو صفقة جابت ربح ما بنلاقيش ولا حد بيتكلم، مع إن الحمد لله نسبة الصفقات اللي بتنجح أكتر بكتير جدا من اللي بتخسر. لكن أول ما صفقة بتضرب ستوب كل الناس بتدخل تكلمنا في نفس اللحظة إن الصفقة ضربت ستوب. أيوه إيه يعني؟ ما إحنا شايفينها، إيه المشكلة؟ لكن هنرجع نعيد تاني، غالبا موضوع ضرب الستوب ده بيزعل الناس اللي فاتحه لوتات عاليه، اللي فاتح صفقه مره واثنين وثلاثه التوتال بتاعهم. ساعات بشوف ارقام غريبه بصراحه، بتلاقي مثلا حساب فيه 1000 دولار، الصفقه مفتوحه فيه مثلا التوتال مفتوحه 5 مرات، كل مره بلوت مثلا 30 النقطه ب 3 دولار، وهي مفتوحه 5 مرات. عدوا كده، 5 في 3 بكام؟ تقريبا ال 30، الصفقة مفتوحة 5 مرات، كل مرة النقطة ب 3 دولار، يعني التوتال بتاعها 15. فطبعا صفقة واحدة دي لو ضربت ستوب ده خلاص حسابه اتدمر، فطبيعي جدا هيزعل. وايه ده والصفقة ضربت ستوب ويحس ان خسر؟ لما لا، المشكلة فيك، مش مفروض خالص ان الصفقة تضرب ستوب تزعلك، ولا عادي خالص. لو انت فاتح اللوت بتاعك مناسب مش هتأثر في رأس مالك صفقة ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة يخسروا، عادي خالص. أي سؤال تاني؟ عشان احنا كده خلاص إن شاء الله هنقفل الجمعة كده. طيب خلاص، يبدو إن خلاص الحمد لله كده الأسئلة خلصت. طيب هنقول سلام عليكم. شكرا، العفو، تحت أمركم، السلام عليكم. آمين وإياكم.